مشاهدينا الأحبة، رجعنا لكم من بعد ما شفنا الاستطلاع. حاليا نورنا داخل الاستوديو دكتور استشاري طب وجراحة العيون دكتور محمد حمزة. صباح الخير ونهار سعيد دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. مرحب كلنا. دكتور، احنا نعرف دائما هسه قبل كانوا يستخدمون النظارات، حاليا صارت عدسات التجميلية، أريد نعرف شنو مضار العدسات التجميلية على العين؟ طبعا هو اولا احنا نعرف لازم شنو الاخطاء الانكساريه اللي تصيب العين. الاخطاء الانكساريه اللي تلاقي العين هي اخطاء فيزيائيه، نعم، مو مرضيه، اللي هي القصر البصر وبعد البصر والاستجماتزم. هذه الاخطاء الانكساريه تسبب يعني نظر غير سديد، يعني قله بالنظر. فتشوفين المريض اما يكون البعيد ما يشوفه زين، قريب ما يشوفه زين، او الرؤيه مشوشه. حاولوا طبعا بتقدم الوقت وتطور طب العيون، حاولوا ان يجدون حلول. الحلول القديمه بدات في بالنظارات، فاخترعت العدسات اللي هي تلبس في عين واحده، وكانت موجوده يعني قديمه من حتى الاربعينات والخمسينات. بعدين اصبحت النظاره اللي هي مزدوجه العينين، وتطورت هذه بتقدم يعني طب العيون. بعدها يعني حاولوا ان يجدون حلول اسهل للمرضى. من هذه الحلول هي العدسات اللاصقه. نعم. على الرغم احنا عندنا تحفظ عليها، لانها لان هي هناك انواع كثيره من العدسات اللاصقه اللي هي طبيه تصحيحيه. طبيه تجميليه يعني المهم هي تكون طبيه. هذه العدسات. نعم، العدسات اللاصقه بها انواع، اكو تصحيحيه، اكو تجميليه، اكو علاجيه. من هذه العدسات اللاصقة اللي دائما هي الأكثر شيوعا عندنا في العراق هي التجميلية، مغيرة اللون. لكن توجد أيضا عدسات لتصحيح البصر. فمثلا مريض أو مريضة عندها قصر بصر حوالي 8 أو 7 درجات، وهذه يكون سمك العدسة إذا كانت نظارة سبيكة. وما تريد يعني خصوصا البنات منحرجة أنه تلبسها في المجتمع، في البيت، في الدراسة. صحيح. فتطلب ان يعني تلبس عدسه لاصقه. وانا قلت لكم قبل قليل انه احنا عندنا تحفظ عليها، لان هذه العدسات تحتاج نقاهه، تحتاج سلامه من الامراض. يعني تكون دائما الشخص يبقى مهتم طبعا اهتمام بها كلش عالي. هذه الحاله الوحيده اللي احنا ممكن ما نتحفظ عليها. ممكن نوصف العدسه اللاصقه طبية تصحيحية. طيب دكتور، احنا نعرف ان العدسات اللاصقة بشكل عام انه هي ما يصير انه هي تبقى بالعين لاكثر من 3 ساعات، خلينا نقول كاقصى حد او اقل حد. شلون الشخص اللي دائما انه هو بصره ضعيف وما يحب يلبس مناظر فيبقى متمسك بالعدسات، شلون انه هو ممكن يحافظ على موضوع انه هو ينزعها ويرجع يلبسها مرة اخرى؟ شلون يعني؟ العدسة اللاصقة هي من مادة خاصة، هذه العدسة راح تلامس قرنية العين. فبدلا يكون يلبس النظارة اللي هي خارجية، يوضع عليها العدسة بنفس القياس أو شوية أقل حتى يقدر يباوع براحته. لكن هذه راح تغطي القرنية العين، وقرنية العين الجزء الشفاف اللامع الانكساري الأول والأجمل في العين. فإذا ما حافظ على العدسة، هذه العدسة راح تنقل ممكن أمراض. صح. يعني اللمعة والعين تروح. هي بتأكيد العدسة اللاصقة أيضا هي تحجب، هي تحجب لون العين الأصلي. صح. لكن ما كلش مؤثرة، ولمعات العدسة باعتبارها أيضا شفافة محدبة أيضا تعكس صورة أو لمعة. لكن احنا مو غايتنا أنه تكون العين تلمع أصلا، هي العيون كلها تلمع بسبب الضوء اللي ينعكس عليها وهي مكورة. لكن غايتنا الآن هي التصحيح. نعم. فلازم يحافظ عليها من الأوساخ، من المواد الحافظة اللي تحافظ بها. عادة الشائع هي ما تزيد عن 6 ساعات لبس. نعم. لكن أكو عدسات يعني اللي هي نفاذة للهواء، نفاذة للماء، نفاذة للدمع، هاي ممكن أن يلبسها المريض لفترات أطول. طيب نعم. طبعا هذه احدث. نعم. يعني ارقى صناعه متقدمه اغلى وهكذا. صح. طيب دكتور، العدسات الطبيه العلاج مالتها نفس العلاج اللي حصل المريض بالنظارات لو تختلف، يعني انه نشوف فرق عن النظارات؟ نعم. بعد مده الان اذا اريد نحكي عن تصحيح البصر، اي النظاره والعدسه اللاصقه هي ما تعالج مرض او ما تعالج حاجه، هي تصحح. الآن أنت عنده قصر والبعيد حد أمتار ما يشوفه زين. نعم. فلازم يلبس نظارة تخليه يشوف زين.
او عدسه لاصقه. طبعا النظر بالعدسه اللاصقه ارقى واحلى من النظار. ليش؟ النظاره بعد المسافه بين العين وبينها يخلق وسط انكساري يصغر الصوره ممكن الشكل. على الرغم من هذا التطور والصناعات اللي يعني يبدعون بها يعني تجار النظارات بشكلها وجماليتها والوانها مختلفه وصناعاتها، لكن تبقى هي عائق امام الناس. فالحلول الثانيه هي تبدي من العدسه اللاصقه، وهذه يعني انا اعتبرها اخر حل. طيب دكتور، ولو حسنا خلينا ننتقل لموضوع ثاني. اكو اشخاص انهم حتى ممكن يتضايقون موضوع العدسات، خلينا ننتقل لموضوع عمليات الليزر اللي تصير. اللي احدث شيء بها اني يعني حسب معلوماتي اللي هو كان الفيمتو سمايل. صحيح، خلينا نتحدث بهذا الموضوع لحتى الاشخاص ممكن اللي ما يعرفون انهم يتطورون بالموضوع يسوون هذه العمليات. تمام. نعم، عمليات تصحيح البصر هذه يعني معنى عام لكثير من العمليات. نعم، تصحيح البصر بها بالليزر، بها يعني هي عمليه تصحيح البصر بالليزر يسموها الليزك، بها بزراعة العدسات، نعم، بها تشطيب القرنية، قص يعني قطعة معينة من القرنية. هذا كلها بأثناء الليزر. هذه كلها تقنيات، كلها تسمى عمليات تصحيح البصر عامة. بس بها مثلا تشعب ريفراكتيف سيرجري بالليزر. اكو زراعة العدسات التصحيحية. فمثلا احنا طبعا كلها هي تحتاج فحوصات جدا متقدمة. يجي المريض وعنده قصر 6 إلى 7 درجات. دكتور عفوا ولو أقاطعك، أنا هذا ردت أتحدث بي عفوا، أنه أريدك أنه تنصح بنفس الوقت المريض أنه هو ما يخاف أنه هو يسوي عملية. أكو أشخاص يخافون الليزر راح يخلوه بعيني فيخافون، أنت أكيد مواجه هذه الحالة. طبعا إحنا يعني هذا وقت مثل ما يقول اختصاصنا إحنا. بالضبط. اللعب في القرنية هو بالنسبة للطبيب سهل، لكن المريض لازم يتخوف لأن هي عملية. أكيد طبعا. لكن نجي اذا قلنا اذا مريض يحتاج عمليه تصحيح بصر بالليزر، نسوي له فحوصات. تبدي من فحص البصر، درجه النظاره، درجه الانكسار، ضغط العين، فحص الشبكيه والعصب البصري، نتاكد من سلامه فحص العين. فحص شامل للعين. تمام. فالمريض يطلع عندنا 6 إلى 7 درجات. سمك القرنيه مثلا في 550. عاده السمك المريح للانسان 500 فما فوق، مايكرونز يعني نص مليمتر. فاذا كان سمك القرنيه عنده 400، نعم، هذا نقول له لا، لا تجي على عملية تصحيح البصر بالليزر، لازم نلقى له حل آخر. مثلا زراعة عدسة أو مثل ما تفضلتوا عدسة لاصقة. نعم. ما تناسب يعني عملية. لا طبعا، لأن هذه إلها قياسات وإلها مواصفات وإلها شروط. تبدي من العمر يجب أن يكون، يفضل هو عند ما يكون 18-19 سنة، لأن عند غالبيتها هي ولو تستقر في 25 يكمل نمو العين. لكن شافوا كنا وشفنا احنا ويا مع كل العلماء العيون بال 19 سنه هو العمر المناسب اولا يكون خلص الكليه الاعداديه واتجه بالكليه. كان ولد او بنت. يبقى عاد العين نفسها. شنو مواصفاتها؟ يجب ان تكون سالمه من الامراض، والمريض ايضا سالم من الامراض. فما اقول هو عنده مثلا مي اسود او مي ابيض ونجحنا نسوي له الليزك. اعتقد المي الاسود هو بسبب الضغط، صح؟ ضغط العين. يجب ان يكون سالم من النحو، وغالبا هم هذول سالمين. ليش؟ لان هم الشباب اللي يجون على تصحيح البصر هم من 18 الى 40 سنه، وعلى الرغم انه فوق ال 40 ممكن تجرى، مو ممنوعه. لكن تحتاج عين سليمه، وغالبا بعد ال 45 سنه تبدي امراض العيون. منها ضغط العين، منها تغيرات الماء الابيض وهكذا. عفوا زهره ولو اقاطعك، اريد انوه عن موضوع معين، لانه اكو اني الاحظ اشخاص هوايه هم كبار بالعمر، ممكن عمرهم نهايه الثلاثينات حتى، وعنده ضعف كبير بعينه، ممكن هاي الدرجتين هذه 3 درجات، لكن هو لا يلبس المناظر وبنفس الوقت يخاف يسوي عمليه. مو يصير بالعين كسل بعد العين بعدها ما تقدر انه تسوي العمليه وبنفس الوقت تنسى الدرجه؟ انا سامعه يعني بهذا الموضوع. كسل العين هو حقيقه يصير بالطفوله. في الاعمار تحت 9 سنوات. فاذا كان مثل ما تفضلتي عنده بعد او عنده قصر او عنده استجماتيزم طفل وما لبس النظاره، راح يتقدم بالوقت ويعبر 9 سنوات 10 سنوات. ويبدي ما يشوف زين. وظل الدماغ ما يقبل صورة غير هاي الصورة. بالضبط. ينسى الدرجة. ينسى الدرجة مالته الحقيقية. فإذا يلبس نظارة ما يتصحح للستة على ستة. يلبس نظارة مثلاً
26 16 فنحن نجبر على بس النظارات بالعمارة الطفوله. نعم. طيب دكتور شلون نحافظ على العين سلامتها؟ يعني احنا اكثر الاوقات هسه نستخدم العدسات، من نجي ننزع العدسات من نحافظ على العين؟ مثلا نخلي قطرات دائما نعقم عيننا او فتشي ريدن فتشي، انه دائما البنات اكثر شيء انه يستخدموها الحفاظ عليها حتى يعني تحافظ على سلامتها. نعم. اولا نحافظ عليها من الامراض، من المواد الكيميائيه، حتى مواد التجميل. نعم. يفضل ان ما تلامس العين، يجب ان تكون خارجيه مثلا تحت الرمش الجفن مغمض فوق الرمش. نعم. الكحول ما يصير داخل العين، مواد التجميل غالبيتها، المواد الكيميائيه بالبيت تايت القاصر هذني كلها واحده هذه ممكن تاثر على البصر، هذه اذا دخلت بالعين، مثل العاملين في المصانع، العاملين في مثلا في مجال الخشب، في مجال الحديد، نشارة يعني هذول يتاثرون يعني بالاجسام الغريبه، نشارة الخشب تطفر على داخل والاتربه والاغبه، هذني كلها لازم نبتعد عنها قدر الامكان. صحيح. المواد يعني واحد يشتغل في مصنع لقص الحديد، انتاج الحديد، هذا معرض لشظايا الحديد او يسموها البريسه يعني المتطايره في الجو. نعم. ممكن تضرب العين، تضرب العين، لازم يلبسون النظاره الواقيه ابدا. ما يخلوها العين مكشوفه. نعم. اللي في المواد الكيميائيه، المبيدات، السموم اللي يستعمل في الزراعه. نعم. في قص الخشب النشار دكتور، يعني حتى الروائح ممكن تاثر على العين؟ طبعا الروائح النفاذه كلش الخانقه ممكن ايضا. لان هوايه من المعامل بها انتاج لماده معينه. مثل البلاستيك ريحته كلش قويه. طيب يعني الحرق مالها والتداول مالها تاثر على البصر لو على الاجفان ممكن تسوي التهاب، تسوي حساسيه، التهاب، تسوي يعني اذا دخلت بالعين ممكن ان تجرح العين، ممكن تلهبها العين. طيب وليه يستخدمون الهواتف الذكيه باستمرار؟ يعني احنا الشباب يعني 24 ساعه تليفون. الحقيقه هو استعمال الهواتف النقال او الشاشات الرقميه. نعم. تبدي من البلازمات، الايبادات، وكذلك الكمبيوترات والموبايلات. حقيقة هي الإدمان عليها، التركيز عليها هو المشكلة. صحيح. ليش؟ إحنا نحتاج أن تكون عيننا مسترخية. الاسترخاء مال العين ما يكون وقت القراءة، أي شيء تقري وتركزين عليه هذا جهد. جهد العين. الاسترخاء يكون عندنا على الجهوة يعني أبغى شيء بعيد، بس من أركز على شيء قريب من هالشاشات أو الموبايلات الأبعاد راح يأثر عليه. راح تظلي أنت يعني جهد تستهلكين. لأنه ما ترمش هواي العين. أولاً ما راح ترمش العين. حلو. وإحنا نحتاج بالدقيقة 60، نحتاج من 30 إلى 40 مرة حتى نرمش. هذا الترميش راح ينشر لنا الدمع، راح يغسل لنا القرنية اللي هي اللي حكينا عنها المهمة. يغسلها ويعقمها وينظفها. بهذه الثانية اللي نرمش بها؟ بالستين ثانية بالدقيقة الواحدة. يعني كل رمشة طبعا كل رمشة سبحان الله تعصر العين تغسلها مثل إذا أشبه لكم الماسحة مال السيارة عندما تيجي على سبحان الله تلمعها تماما. لكن احنا ما نحس بهذا الموضوع. احنا من أن نولد إلى أن يعني يتوفانا الله الغسل مال الدمع، غسل العين بالدمع مستمر من ولادة الإنسان إلى مماته. صح. تمام. بس هسه حتى الأطفال دكتور التركيز عليه راح يفقد هاي الخاصية. صح. فراح تظل العين مكشوفة، ماكو دمع ينتشر وينغسل وتتنظف. صح. فايش راح يصير بها؟ الجفاف، الاحمرار، الإحساس بأجسام غريبة بنص العين، كأنه فد رمل أو فد أوساخ بنص العين. صح. فهذا هاي الأشياء هذه الاحمرار راح تولد حساسية مزمنة. ممكن أن يصير ضعف بالعين، راح يظل يفرك بالعين. ويظل يرمش ويدمع وبعدها يظل تجري العين، فالعين تكون غير صحيه. فعلى هذا الشيء احنا نمنع يعني انا دائما اواجه هذه المشكله. هذا مو صحيح، او نعطي قطرات الدمع الصناعي، القطرات المعوضه للدمع مرتبه العين. كذلك بالنسبه للايبادات، التركيز على الشاشات والتلفزيون، دائما نخلي اكثر الوقت نسبه في اكثر وقتنا هو يعني حتى الموظفين احنا نقول لهم اذا انت انهيت عملك مثلا على الحاسبه. نعم. لا تظل مركز على شيء قريب. استرخي وظل اقعد وانظر من الشباك الى يعني منظر بعيد الى شجر الى حتى ترخي العين، لان احنا من نركز على القريب راح نبدي عضلات العين تتشنج كلها. صحيح. حتى تقدر تركز على الشيء القريب، اما للبعيد تسترخي العضلات. فهي مثل المحمل ويتوقف، وخصوصا احنا نحتاجه بالليل طبعا، هذا ناهيك عن السهر وقت راحه ويسهرون امام الموبايلات والايبادات مقابليها مثل ما يقول عندنا بالعربي. صحيح.
وعافين يعني وعافين نومة الليل اللي هي مهمة جدا، مهمة جدا أهم من نومة النهار، وهذه كلها تنعكس على سلامة العين ورطوبة العين وهكذا. مو بس التليفونات الكبار، يعني حتى الأطفال هسه دا يستخدمون تليفونات الآيباد إنهم ينامون على مود الآيباد. زين دكتور، الطفل إذا مثلا بعمر صغير تعود على التليفون ومثلا صار عمره 8 سنين أو 7 سنين، شو نعرف إنه إحنا عنده بعد أو قصر أو عنده استكماتزم؟ تمام، طبعا هو عالميا وخاصة طبعا بأكثر من يركزون بأمريكا، نعم، طفل تحت 9 سنين محظور استعمال الموبايل. ميجوز. قدر الامكان او يعني يخلوه للمكالمات، اما يخلوه يقرا بي ويلعب بي مثلا هيك ماخذي للنهار، هذا ما يصير. ما يجوز اكثر، نعم هو احسن، احسن لهم يعني دكتور. هي مو بس اعتقد يعني ان الطفل مو فقط ياثر على البصر، ايضا على الدماغ اذا طبعا يعني هو ايش راح يلتهي؟ راح يركز باشياء تستهوي الالعاب والقتال وهالشغلات، وهذه هذه كلها تبعد عن الهدوء، تبعد عن العالم المحيط، العالم الهادئ الحلو، بدل ما يلتهي احنا مثلا نقول بالدراسه او في رسم او في يعني هوايه حلوه، صح بالضبط، العاب ذكائيه، هو راح يروح للالعاب اللي هي محفزه، هذه كلها تهيج للطفل وهذا مو صحيح. فقدر الامكان احنا نبعد عن هذه الاشياء. كذلك بالنسبه للتلفزيونات يعني انه نخصص له وقت مهم للبرامج الثقافيه، يعني ممكن يتابعها، هذه احسن. ذني كلها تخليه ايضا مثل ما تفضلتي متحفز ومشدود، كل هذه قابليته الذكائيه وتشده لاشياء يعني مو هي اللي يحتاجها بحياته. صح. طيب دكتور، حاليا خلينا نحكي شويه بموضوع ثاني عن العين، الامراض الاخرى اللي تصيب العين. المرض الشائع من اني طبعا اكتشفت هذا المرض اللي المي الابيض، يعني سمعت به بالسنه 2016 يعني، ودائما قمت اسمع به باستمرار اشخاص يصابون بمرض الماء الابيض بالعين. هذا شنو تاثيراته على العين؟ ممكن انا يعني حسب معلوماتي انه الشخص ممكن كانه انه هيك اكو ماي قدام عينه، تمام، عند التنظيف ممكن هو يشوف زين. لا، الماء الابيض اذا دش عن كره العين، مقله العين، تتكون من 3 جدران، كره مقله العين، كره، نعم، 3 جدران، 3 طبقات. الطبقه الاولى بياض العين ومتصل به العصب البصري، ويكون 5 أسداس، والسدس الباقي قرنية العين اللي حكينا عليها الآن اللي الشفافة، هذا الغطاء الأولي. الوسطي المشيمة اللي بقزحية العين اللون، والجزء اللي قريب على الشبكية اللي هو المغذي العين بالأوعية الدموية، الجزء الداخلي كلش شبكية العين، شبكية، وبتمتد بالعصب البصري، هاي 3 أجزاء. بنص هاي العين طبعا هو من اخطر الاشياء هي الشبكيه. طبعا هي هو كل شيء بالعين خطر، خطر ما بيتفاهم. داخل العين توجد عدسه، نعم، بلوريه ربانيه رب العالمين خلقها لكل عين، طبعا بها تصير امراض خلقيه، وبها المرض الوحيد اللي يصيبها هو الماء الابيض. عدسه العين شفافه محدبه الوجهين، شفافه جدا، بها نسيج بروتيني داخل هذا النسيج، يعني مرتب بطريقه بحيث تكون شفاف جدا. نعم. يصيب هذه البروتينات، هو طبعا شكله شكل بياض العين، محل مو البيضه. اها، شكل البيضه. نعم، لكن من تنسلق يصير لونها، شايفتها شلون؟ اي يتغير. هذا التغير نفسه يصير بالماء الابيض. اها. البروتينات قد ما تتعرض لي تقدم عمر، حراره، صعق كهربائي، امراض مثل السكري، السكر، ادويه مثل الكورتيزون، يصيب الماء الابيض. فهذه البروتينات الموجوده اللي هي منسقه بداخل العدسه البلوريه شفافه جدا، تتلف فتصير على شكل البياض المسلوق. البياض المسلوق هذا راح تبدي تشوفين الدنيا، مو اللي اذا ترمشين تروح، لا، يعني هذه عدسه داخليه تشوفيها مثل الدخان الابيض، غير بياض. طبعا الماء الابيض انت حضرتك تقول عليه ب 2016 عرفت عنه، هو طبعا يعني مو شرط انه كنا نعرف عن هذه الامراض، بس هو قديم، اقدم مرض عرف بالعيون. طيب وعرف من وقت الفراعنه، صح، وجدت مخطوطات كيف كانوا يعالجون الماء الابيض، نعم، من ايام الفراعنه، نعم، يعني اللي هي الاف السنين. فلان هو بياض المريض يعمى ما يشوف، اذا عفوه يكمل، هناك قبل ماكو تشخيص واجهزه حديثه، نعم، فيشوف النقطه بيضه بنص بؤبؤ العين، لان اكو قزحيه وبنصها بؤبؤ، بؤبؤ بؤبؤ العين خلف العدسه، من يصير ماء ابيض هذا البياض راح يحجب الرؤيه فما يشوف، نعم،
قبل الفراعنه، والحقيقه هم الكهنه كانوا هم اللي سووا، انه عندهم طبعا فد ادويه اللي هي مخدره يعطوه، لان هي اعشاب قبل ما قعدوا يعني، فينام المريض وممكن ان سابقا يثقب، وشفنا من الصور يثقب شلون الدمبوز يثقب العين ويوقع هذه العدسه بنص العين، فيختفي المي يوقع بس هو بنص العين، فيقوم يشوف ولو امتار لانه ما ايضا كبار بالعمر، فيفرح بهذا النظر لانه اعمى ما يشوف. بعد او قسم كان يضربوه في شلون يعني فد آلة ثقيله كل شيء يضرب عليهم، هاي سابقا لا دنت عليها من فرحنا، هذه من المخطوطات اللي شو صورت موجوده الان في المتحف المصري. بعد التطور هذه اجوا العرب وابدعوا في علاج طب العيون، واكتشفوا عمليه يعني شرح عن الماء الابيض، ويعني ابدع بها وتفنن في طب العيون الحسن الهيثم اللي هو مو عالم، هو فيلسوف، لان هو درس عيون ودرس اعطى مفاهيم ودرسه على ايده عرب واجانب. اعطى للعيون كل الان اللي ندرسه بناء تشخيص وتشريح ومن الامراض ذكرها، وكذلك ما تقدمه وذكر يعني من الامراض اللي ذكروها علمائنا يعني العرب. وبداوا يطورون عمليات، لان وصلنا بهالتقنيه يعني بدات عمليات الاولى سحب المي فقط. بعدين زرع العدسه. سحب مي وزرعت عدسه. والان التقنيه الحديثه بالليزر وبالفايكو يسموها، والفاكو جهاز الفاكو. يسحب المي ويزرع العدسه بدون جروح يعني عميقه او قيود وهكذا. الحمد لله. فهذه التقنيات مثل ما اخترع اول شيء تصحيح البصر في يعني ستينات وبدات الدراسه. والان احنا بالألفينات، هل اجهزه سابقا يعني الجهاز يطول له نص ساعه يسوي تصحيح البصر، الان لحظات، لحظات ما تتجاوز حتى يعني المريض ثواني. ما يحس بالموضوع، ما يحس بيها يعني انه سوى عمليه تصحيح البصر. طبعا دكتور تنورتنا لهذا اليوم، وجدا مستمتعين بوجودك وحضورك ويانا، وايضا المعلومات اللي قدمتها للمشاهدين، فاريد من عندك نصيحه او كلمه اخيره للمشاهدين اللي يعانون من ضعف ببصرهم. طبعا انا ايضا اشكركم، ويعني نصيحتي لضعاف البصر اولا من الاطفال الى الكبار، ماكو اهمال لموضوع النظر. هذا موضوع يعني حيوي يحدد حياه الانسان. اي عين لا تنهمل، يجب تصحيحها. لبس النظاره الان اصبح موده واصبح تقنيه، صح. والان انا جدا انصح بلبس النظارات كلش، لان دا اشوفها هي دا تغير من يعني من حياه الانسان ونظره واستمتاع، على الرغم ان هي هجوم منها، لكن الان هي حل كلش حلو، والعالم كله دي يسوي، مو بس احنا. فحص الدوري للعيون كل 6 أشهر للمرضى المصابين بامراض كبار السن مثلا، او امراض مزمنه، ضغط والسكر والغده الدرقيه والروماتيزم، هذني لازم يفحصون من 3 إلى 4 أشهر. فحص ضغط العين، فحص البصر روتيني الان. فحص الاطفال قبل سن المدارس بالطفوله لازم، ليش؟ لان ممكن يطلع الطفل ما يشوف زين، وين يدرون اهله؟ صح. يشوف الطفل دا يتقرب على التلفزيون او دا يستعمل دا يتعثر ويوقع، وهم ما متوقعين انه عنده ضعف النظر، يجب ان يفحص دوريا. خصوصا قبل المدارس يفضل بالرياض، يعني رياض الاطفال او روضه. طيب شكرا لك دكتور، ونورتنا مره ثانيه. شكرا جزيلا. اذا المشاهدين الاحبه خلونا هذا الفاصل القصير، وبعدها متواصلين وياكم.